هنتكلم على 3 حاجات. طيب. هنتكلم عن الاكل، هنتكلم عن الميه، وهنتكلم عن النفس. النفس؟ خلينا بقى في الاخر عشان الناس تبقى مركزه ومستنيه النفس. ماشي. اول حاجه بالنسبه للاكل، في حاجتين مهمين جدا لازم ان احنا نبعد عنهم تماما، اللي هو دي الابيض، سكر الابيض، المشتقات بتاعتهم، لان الحاجات دي من كميه صغيره جدا انا باخدها بلاقي ان هي طول الوقت بتعمل لي شره في الاكل، وبفضل اكل والاكل اللي انا باكله ده بيكبر حجم المعده، فانا عايزه الغيهم عشان ابقى شلت الاوبشن ده اصلا، او الاختيار ده اللي هيخليني عمال بزيد. الحاجه الثانيه ان انا اصلا اتحكم في حجم الاكله بتاعتي او حجم الوجبه بتاعتي، وده اللي احنا هنعمله ازاي بشويه طرق كده هنقولها دلوقتي. اول حاجه وجبه الفطار، دي اهم حاجه في الدنيا، ومش مهم بقى نفطر 7 نفطر 9 نفطر 3، المهم ان انا ابريك ذا فاست، اللي هو اكثر ال جسمي وانا نايم بيحرق عادي جدا، عشان الناس اللي بتقول وانا نايم مش بحرق، اهم حاجه ان احنا ناخدها. ليه؟ عشان ارجع اعلي الحرق اللي هو قل شويه في الفتره اللي انا نمت فيها. مهم جدا الاكل اللي انا هاكله والطريقه اللي انا باكل بيها، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا بعتمد في الاكل بتاعي على نوعين من الاكل، الاكل اللي هو عالي قوي في بروتين زي البيض، زي الاسماك، زي اللحوم البيضاء، زي مثلا منتجات الالبان وكمان المكسرات عشان فيها بروتين عالي، او ان انا بعتمد على حاجه اسمها low in energy density food. يعني ايه؟ هو اسمه ده العلم. يعني ايه؟ يعني الاكل ده انا باكل منه كميه، الكميه دي بتبقى مرضيه جدا بالنسبه لي ومشبعاني، بس السعرات بتاعتها قليله جدا، اللي هم زي ايه؟ على راسهم الشوربه، يعني لازم ابتدي الاكل بتاعي بشوربه. الخضروات والفاكهه مهمين جدا 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 ان احنا ناكلهم او نبتدي بيهم الوجبات بتاعتنا. الحبوب الكامله اللي اشهرها الشوفان، البقوليات اللي اشهرها الفول والعدس، وكمان الذره. فمهم جدا لنا الاكل ده يبقى موجود في الاكل بتاعي، لان ده بيبقى عالي في البروتين، عالي في الميه، وعالي في الالياف، فبيشبعني وبيتحكم في الشهيه بتاعتي، وبلاقي ان انا باكل كميه قليله وفي نفس الوقت انا تمام وحاسس ان انا شبعان. نيجي بقى لطريقه الاكل بتاعتنا اصلا. انا لازم يكون ليا عدد وجبات حطاهم في اليوم، يعني مثلا مقسم 3 وجبات في اليوم، وال3 وجبات دول متكاملين. متكاملين يعني فيهم بروتينات، فيهم نشويات، وفيهم كمان دهون صحيه، تمام؟ لما باجي ابتدي الوجبه بتاعتي ابتدي بايه؟ كل الناس طبعا بتروح على طبق الرز ولا طبق المكرونه تبتدي بيه الوجبه، وده اللي بيخلي مستوى السكر عندهم يبقى عالي ويرجع يقل تاني، فده بيعمل جوع وبيعمل شره ناحيه الاكل اللي فيه نشويات او اللي فيه سكريات، تمام؟ ما سيبش نفسي جعان، عشان في ناس بتبقى فاهمه انه انا لا انا هاكل وجبه واحده بس في اليوم، او مثلا هفطر واكل بعديها ب6-7 ساعات عشان اكل كميه قليله وده يخليني ان انا اخس اسرع. لا، هو ده بيوطي مستوى السكر في الدم، ولما بيوطى انا بيجي لي الشره ناحيه الاكل او ببقى عايز اكل كتير. فمهم ان انا احط سناكس صحيه بين الوجبات بتاعتي. زي ما قلنا ان احنا نبتدي الوجبات بتاعتنا، اهم حاجه بطبق الخضار، ابتدي بطبق الخضار الاول، بعديه بروتين، وبعد كده النشويات اصلا مش هقدر اكملها. حاجه مهمه برضو في الاكل بتاعي ان انا لازم امضغ كويس، امضغ الاكل كويس، ولازم اقعد وقت طويل باكل. الناس اللي هي بتاكل في اقل من 10 دقايق دي دايما بتقعد تاكل كتير كتير كتير. ليه؟ لانه انا مراكز الشبع بتاعتي بتشتغل بعد 10 دقايق، فمهم جدا ان انا اطول الفتره اللي انا باكل فيها عشان اشبع بكميه قليله. وحاجه مهمه قوي، ما يعني اهم حاجه ان انا ملهيش نفسي قدام الاكل، يعني مش قاعد مثلا قدام التلفزيون فانا مفيش حاجه بتخلص قدامي، انا بخلص ده باكل ده، وما احطش اكل قدامي وانا مش جعان. يعني ما اشوفش الاكل قدامي كده وانا ابقى لسه اكل، لا انا عايزه اروح اكل. طبيعي ان انا هيشتغل عندي الايموشنال ايتنج اللي هو بيتحل بايه؟ بالميه. دي تاني حاجه اللي احنا هنتكلم فيها. كلنا طبعا عارفين الفوائد بتاعه الميه لصحتنا وللضغط وللكلى ونزول الوزن وبناء العضلات، بس الميه بتعمل حاجه مهمه قوي، بتخليني افرق بين الجوع الحقيقي والايموشنال ايتينج او الاكل العاطفي. اللي هو ايه بقى الفرق بينهم هما الاثنين؟ النفس. عارفه الحديث بتاع تلت لطعامك تلت لشرابك تلت لنفسك؟ هي دي المعده بتاعتي فعلا. انا لازم في الوقت اللي انا باكل فيه ده ادخل يا دوب بس تلت من الاكل وتلت من الميه وتلت من النفس. كل الدراسات الجديده. ايوه النفس، ايه عايزه ايه يعني؟
يعني انا باكل اكل اتنفس بين كل لقمه والتانيه. كل الدراسات وكل الكتب بتاعه النيوتريشن اللي بتقول لو انت عايزه تخسي وانت قاعده في مكانك وانت بتعملي دايت، اللي هيساعدك على ده ان انت تاخدي نفس وانت بتاكلي. الدهون دي عباره عن مركب كيميائي، كربون هيدروجين واكسجين، بينهم روابط. الروابط دي بتتكسر امتى؟ لما انا باخد النفس، النفس اللي داخل ده فيه اكسجين بيدخل يكسر الروابط دي، بيطلع 80% من الدهون ثاني اكسيد الكربون اللي هو طالع في النفس اللي خارج. عشان كده دايما وال 20% بيطلعوا من الميه. الميه دي بقى سواء عرق سواء اليورين سواء الدموع. عشان كده دايما الناس بتبقى افكتيف قوي في التمرين او بتجيب نتيجه حلوه في التمرين في الحرق، دايما المدربين يقولوا لهم اتنفسوا كويس. ده في تمارين للنفس لحرق الدهون. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.